في الوقت الذي تزداد فيه المجاعات والحروب وارتفاع أعداد لاجئي الحروب على مستوى العالم، وفي بحث نصف سكان الكرة الأرضية تقريبا عن مأوى لهم، وهذا هو الحال في كل بقاع الأرض، نجد بعض المشاهير في العالم يستعرضون يخوتهم الباهظة الثمن وينتقلون بها من محيط إلى محيط ومن بحر إلى بحر. تحسي كلامنا في حقد أو شيء. أنت عارفة، أنت بتقولي فعلا في مفارقة عجيبة في الموضوع، أنه نصف سكان الكرة الأرضية بيبحثوا عن مأوى طبعا، في الوقت اللي ممكن شخص واحد يمتلك جزيرة، يمتلك جزيرة وأسطول طائرات ويخوت باهظة الثمن، ويبقى هو الواحد بس اللي قاعد. يعني المسألة فعلا فيها مفارقة، لو فكرت فيها فعلا تلاقي المسألة صعبة جدا، خصوصا كمان لما نعرف انه ماشي في بلاد غنية جدا، في بلاد فقيرة جدا، ونلاقي انه بعض العرب او في جزء كبير من العرب من قائمة اشهر 10 رجال اعمال او اشهر 10 اثرياء يمتلكون اللي هي ايه؟ يخوت باهظة الثمن. طبعا يعني الواحد مش حقد، والله مش حقد، بس هو وجهة الميزان كفة وكفة. شوف، تصدر يخت إكليبس الذي يملكه رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش قائمة ويلث إكس لأغلى اليخوت الفاخرة في العالم، وذلك بقيمة مليار دولار أمريكي. وأطلق اليخت الذي يبلغ طوله 536 قدما في عام 2010. ورغم أن إكليبس كان يعتبر أطول يخت في العالم، إلا أن يخت عزام الذي يبلغ طوله 590 قدما تفوق عليه. ويملك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يخت عزام الذي احتل المرتبة الثانية في قائمة ويلث إكس بقيمة تبلغ 600 مليون دولار. كما احتل يخت توباز الذي يملكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات المركز الثالث في القائمة، وبلغ طول توباز 482 قدما وسعره 520 مليون دولار. أما يخت دبي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، فاحتل المرتبة السابعة بسعر يبلغ 300 مليون دولار. وجاء في المرتبة الثامنة يخت السعيد الذي يملكه سلطان عمان قابوس بن سعيد، ويبلغ سعره 300 مليون دولار. واحتل يخت المرقب الذي يملكه رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بن جبر المرتبة العاشرة، وذلك بسعر يبلغ 250 مليون دولار. وبذلك تكون يخوت أثرياء عرب دول الخليج وتحديدا دبي وأبوظبي وقطر بالإضافة إلى سلطنة عمان قد حجزت لنفسها 6 مواقع في القائمة العالمية. لا تعليق، خلينا نشوف الأحداث من وجهة نظر الصحافة.